حضرتك عارفة ربنا ميز البني آدم عن سائر المخلوقات بإيه؟ بالنعمة اللي اديها له عن سائر المخلوقات اللي خلقها والكائنات اللي خلقها. العقل. العقل بالظبط كده، العقل. فلما الإنسان، عشان كده بنادي كل الناس إن هي لما تيجي تدعي في كل صلواتها تدعي ربنا ينعم علينا بنعمة العقل. ليه بقى العقل؟ لأن هو ده اللي بيميز بين الصح وبين الغلط، ويدي كل المقاييس اللي في أماكنها، ويرجع كل حاجة لفطرتها، بدليل إن اللي ما عنده ربنا حرمه من نعمة العقل بيرفع عنه التكليف، لأن هو ما بيبقاش مدرك هو بيقول إيه. ده بس البداية. انا بقى من نفسي لما بتجيلي حوار زي كده او موضوع بنناقشه لازم ارجعه لحاجتين، ما ينفعش افصلهم عن بعض نهائي. سندين بعتمد عليهم، ديني اللي انا غيور عليه والشرع والفقه، ويجي بعد كده العلم. فانا هتكلم النهارده بالشرع والعلم لا لا لازم احنا يبقوا عايزين، مرتبطين لا ببعض. لا احنا عايزين نتكلم ما لان هي، نفسيا، لا لا نفسيا هي قالت، واجتماعيا. هي خلاص معلش احنا هي وضحت الشرع، هي كلمت في الشرع. استاذة، هي يعني هي بتتكلم على انه ده الطبيعي ان ممكن الراجل لا يعدد، ده مش لكن طبيعي. احنا مش برنامج ديني، فاحنا لا ما مش، هي ذكرت كلمة لا الشرع، وطالما ذكرت كلمة الشرع ايه فأنا ايه ممكن احنا أدخل بنتكلم، أعمل ميكس احنا بينهم هما الاتنين. بنتكلم من خلفية ثقافية اجتماعية نفسية. انت شايفة ان ده طبيعي ان الست ممكن تبقى زوجة تانية بسعي منها، بحب منها، بحلم منها؟ ما انا اقول لحضرتك اهو، ما انا لازم ارجع في نقطه لازم اطرحها، ان انا لازم لما ارجع اقول لك اصل فطره الانسان والانسانيه ايه. ربنا لما خلق ادم وحواء خلق ادم وليه ست واحده بس. ليه؟ لان فطره الانسان ما يقبلش يبقى شريك، والا كان ربنا خلق لادم 4 سيدات، اللي طالما ان هو حر وان هو مش قادر، والا يعني احنا كده حولنا الراجل لانسان شهواني حيواني، كل ما يبص لواحدة هيتجوزها، وهي النهاردة زوجة تانية بكرة هتبقى تالتة وبكرة هتبقى رابعة. فهو ده المنطق اللي أنا بتكلم منه، إن حضرتك دلوقتي الراجل بتقول محدش يقدر يحكم عليه، لا حضرتك ده ما اسموش راجل، ده يبقى اسمه احنا، إنسان شهواني حيواني. يبقى مش مبرر ان راجل ناجح في جوازه يبقى هو هدف للبنات عشان تتجوزه ويعمل لا ما هو فرع حضرتك تاني للجواز. خليني اروح اتفضلي. للاستاذة اماني. ممكن الكلام بتاع آية يكون مقبول لي مثلا ستات، يعني مش بنات صغيرة، يعني مثلا ست كبيرة وهو راجل كبير، يعني مش باصة للاعتبارات التانية. ما هو هل الخوف، الخوف مش كده، الخوف ان لو بتتكلمي على الستات الكبيرة فاه الستات الكبيرة ممكن توافق على الفكرة اللي هي طرحها، لكن المشكلة ان الفكرة اللي هي طرحها بقت ترند، والترند ده هي بتخاطب بيه بنات. هي ما بينتش في البوست اللي هي عاملاه هي بتكلم الستات المنفصلات المطلقات او الارامل او اللي ليهم ظروف، ولا بتكلم البنات. فبقت هي طرحت فكرة المجتمع كله انا بتكلم عن نفسي. هتيجي في دماغه، لا طالما لكن حضرتك هي فطرة قلتيها في الإنسان السوشيال ميديا زي يبقى ما الدكتورة مش آية شخصية. قالت، زي ما الدكتورة آية قالت، فطرة الستات، فطرة الست بطبعها لا يمكن تقبل بنص راجل.